ما كذبش ويليام شكسبير لما قال الجحيم فارغ وكل الشياطين هنا. لما يتحول عيد الهالوين لأحداث حقيقية، النتيجة هتبقى كارثية بكل معاني الكلمة. في ليلة مظلمة بتنتهي الحكاية، وبيتحول الأمان لخوف وموت مفاجئ. لغز النهاردة حير المحققين، لكن في النهاية فكوا شفراته وقدروا يحلوه. وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. بقالي كذا حلقه كده بلاحظ ان في ناس في التعليقات بتكتب لي انت ليه بتتاخر، انت ليه بتغيب علينا، رغم ان انا مستمر بقالي فتره بنزل حلقتين في الاسبوع اثنين وخميس. فاللي بيحصل ان للاسف في اشعارات ما بتوصلش لناس كتير، فبيفكروا ان انا غايب بقالي فتره او ان انا ما بنزلش كتير. فياريت يا جماعه بعد اذنكم اي حد سواء بيوصلوا اشعار او مش بيوصلوا اشعار يلغي الاشتراك ويشترك من تاني ويفعل زر الاشعارات على خيار الكل، وان شاء الله المشكله دي تتحل. خلينا بقى ندخل على طول في احداث قضيه النهارده اللي مليانه مفاجآت. قضيه النهارده من صعوبه تفاصيلها مش هتبقوا مصدقين انها حقيقيه وحصلت بالفعل، قضيه ولا كانها فيلم سينمائي. في اكتوبر 2011 اختفت عيله كامله من غير اي اثر، اب وام وبنتهم، وده لما تم تنبيه الشرطه ان العيله غايبه عن الانظار ومحدش عارف مكانهم ولا حد عارف يوصل لهم. في البدايه الشرطه بدات تحقيقها في القضيه على انها قضيه لاشخاص مفقودين، لكن كل ده هيتغير لما المحققين هيعثروا على دفتر ملاحظات في البيت هيغير مجرى القضيه. بتدور احداث قصتنا في خريف 2011 في مدينه كومبتون في ولايه كاليفورنيا الامريكيه. ابطال قصتنا هم الام جلوريا فيلاليتا، واللي كانت ربه اسره مكونه من الابنة الصغرى سينتيا ألفريز والابنة الكبيرة ديانا ألفريز، وده بعد انفصال الأم جلوريا عن زوجها أبو بناتها واللي تم ترحيله بعد كده على بلده هندوراس. وبعد كده تعرفت الأم جلوريا على راجل تاني اسمه هوزيه لارا وتجوزه واتنقلت علشان تعيش معاه في بيته هي وبناتها. جلوريا وهوزيه كانوا بيحبوا بعض جدا وحابين حياتهم مع بعض، وبقى هوزيه بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يكون أب كويس لبنات جلوريا ويعوضهم عن حرمانهم من أبوهم. كان حرفيا طاحن نفسه في الشغل علشان يغطي كل احتياجاتهم، لأنهم كانوا عايشين في حي فقير نوعا ما، فكان بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحاول يحسن حالتهم الاقتصادية شوية وما يحسسش البنات بأي نقص في أي حاجة يطلبوها. كان بيشتغل ليل نهار وفي أكتر من وظيفة، حتى في الأجازات الأسبوعية كان بينزل يشتغل برضه. أما جلوريا فكانت ربة منزل، ما كانش ينفع تشتغل وتسيب البنات لوحدهم في البيت، سنهم صغير وما ينفعش يقعدوا لوحدهم، ومع تقدم السن ومرور الأيام بقت مريضة، نظرها كان ضعيف جدا وعينيها كانت بتوجعها، ده غير ان جالها مرض السكر، وكمان ما بقتش تقدر تمشي غير بعصايه تسند عليها او عكاز يعني. فكان هوزيه برضو بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوفر لها فلوس الادويه بتاعتها. اشتغل نجار واشتغل كمان ديليفري في شركه تنظيم حفلات، كان بياخد الديكورات بتاعت الحفل في العربيه ويروح يوصلها لمكان اقامه الحفل، وكان بيجيب للبنات اي حاجه يطلبوها. يعني سينيتيا مثلا جاب لها ايباد رغم ان حالتهم ما كانتش تسمح بكده، ولكن علشان هي كان نفسها فيه جابه لها، وكان بياخد البنات وينزل بيهم يعملوا شوبينج، وكمان يشتروا اي اكل هم عايزينه ويشتروا اي هدوم هم عايزينها. يعني تفاصيل مش هندخل فيها اكتر من كده، بس حبيت اديكم لمحه كده عن حياه العيله. في الوقت اللي حصلت فيه الجريمه كانت البنت الكبيره ديانا اتنقلت علشان تعيش مع صديقها، لانهم كانوا حابين ان هم يكونوا اسره جديده. كان عندها وقتها حوالي 24 25 سنه، وبكده بقوا اللي عايشين في بيت العيله جلوريا وهوزيه والبنت سينيتيا، واللي كان عمرها وقتها حوالي 15 سنة، وكانوا بيحضروا لحفل عيد ميلادها ال 15، وكانوا صارفين عليه مبالغ كبيرة جدا، لأن عرفت إن عندهم العيد ميلاد ال 15 ده المفروض إنه بيبقى مهم، فكانوا حابين يعملوا حاجة مميزة للبنت، لدرجة إنهم أصلا كانوا بيحوشوا من بدري علشان اليوم ده. وبعد شهرين كان عندهم حفل تاني، حفل عيد الهالوين. سينيتيا كانت متحمسة جدا جدا للحفل ده لأنه كان فكرتها أصلا، وكانت ناوية تعمل حفل كبير في البيت عندها وتعزم فيه أصدقائها وصديقاتها من المدرسة. لكن واضح إن عيد الهالوين السنة دي هيبقى رعب حقيقي للعيلة دي، لأنه في منتصف أكتوبر 2011 سينيتيا اختفت هي وأمها وزوج أمها،
وما كانش حد عارف لهم طريق ولا حد يعرف لهم اي اثر. اللي حصل انه يوم الاثنين الموافق 17 اكتوبر 2011 كانت بلانكا رئيسة هوزيه في شركة تنظيم الحفلات مش عارفة توصل له، بقاله كام يوم مختفي، والمفروض اصلا ان هو معودها بقاله سنين ان هو بيشتغل في عطلة الاسبوع عادي، ولكن في عطلة الاسبوع دي مجاش الشغل ولا بيرد على تليفونه ولا عارفة توصل له باي طريقة. ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لهوزيه لانه كان ملتزم وكان يعتبر دراعها اليمين في الشغل، فازاي كده يغيب من الشغل بالطريقة دي لمدة كذا يوم وما يتصلش حتى يبلغها انه هيغيب ايا كان عذره. فقررت انها تروح له بيته تطمن عليه. لما راحت له البيت فضلت تخبط على الباب ولكن ما كانش حد بيرد، بس لاحظت ان باب البيت مفتوح. هو مقفول ومردود لحد الاخر كده، بس كان متوارب ومش مقفول بالمفتاح. زقت الباب ودخلت وهي عماله تنادي على اهل البيت ولكن ما كانش حد بيرد. بس الشيء الصادم لبلانكا ان البيت كان في حاله فوضى تامه، يمكن كان في زلزال حصل هنا. الهدوم والبطاطين مرميه في كل مكان، والقمامه مرميه على الارض، والأكل متساب على الترابيزة. مع عدم وجود العيلة في البيت وبشاعة الحالة اللي لقت عليها البيت، بلانكا كانت قلقانة جدا إن العيلة يكون حصل لهم حاجة مش كويسة، فاتصلت بالشرطة على طول وبلغتهم بالموضوع. وصلت الشرطة البيت وبدأوا يعينوا البيت علشان يحاولوا يفهموا اللي حصل، غير طبعا الفوضى اللي كانت مالية البيت، فلاحظوا إن كل الأدراج كانت متفتحة، وده معناه إنه أكيد البيت اتعرض للنهب والسرقة، وده اللي بيفسر الحالة الفوضوية اللي لقوا عليها البيت. واللي أكد الفرضية دي للمحققين إنهم لقوا علبة المجوهرات مرمية في واحدة من غرف النوم وفاضية. ولما دخلوا يبحثوا في المطبخ لقوا حاجة غريبة، قناع هالوين اسود على شكل جمجمة مرمي على أرضية المطبخ. ومش دي بس الحاجة الغريبة، ده البيت كمان كان فيه أجزاء منه متزينة بزينة الهالوين. فالمحققين ما كانوش فاهمين اللي بيحصل بالظبط، وعلشان كده قرروا يستجوبوا الجيران ويسألوهم عن آخر مرة شافوا فيها أفراد العيلة دي. الجيران قالوا إنهم ما شافوش هوزيه وجلوريا بقالهم أيام. طيب هوزيه وكان بالنسبة لهم عادي إنهم ما يشوفوهوش لأنه راجل مطحون في الشغل ليل نهار، ولكن جلوريا ربة منزل والمفروض إنها موجودة في البيت على طول، ومع ذلك محدش شافها من أيام، وده على غير عادتها برضو. ولكن الشخص الوحيد اللي اتشاف من أفراد العيلة هي سينيتيا. واحدة من الجيران قالت إنها من يومين شافت سينيتيا واقفة جنب حاوية القمامة بتاعت الحي وبترمي فيها أكياس قمامة كبيرة. الجارة ما صدقت إنها شافت حد من أفراد العيلة، فجريت جري على سينيتيا علشان تسألها عن أمها وأبوها وتطمن عليهم تشوف إذا كانوا بخير ولا في حاجة حصل لهم. سينيتيا قالت لها ما تقلقيش هم بخير، ولكن أمها حاليا في المستشفى بتعمل عملية جراحية في عينيها وأبوها معاها، أو زوج أمها يعني. خلينا بس متفقين إن أنا لو قلت أبوها أو زوج أمها فهما الاتنين نفس الشخص يعني. الجارة كانت عارفة إن جلوريا فعلا بتعاني من مشاكل في عينيها، فكان الموضوع يعني منطقي بالنسبة لها. والجارة قالت كمان إن أثناء ما هي واقفة بتكلم سينيتيا، كانت سينيتيا عمالة تشيل باقي الشنط وترميها في حاوية القمامة، واللي لاحظته الجارة إن الشنط دي فيها ملابس لجلوريا، وكمان سينيتيا كانت بترمي براويز وألبومات للصور عائلية بتاعتهم. ولما الجارة سألتها ليه بتتخلصوا من الحاجات المميزة دي، قالت لها إنهم هينقلوا قريب لبيت جديد ومش عايزين أي حاجة تبقى حمل زايد عليهم ملهاش لازمة. المحققين ما عجبهمش الكلام ده، لأنه أولاً العيلة اختفت فجأة بدون أي مقدمات، وثانياً لأن لو حد هيعزل وينقل لبيت جديد أول حاجة هيكون خايف عليها وحابب إن هو ينقلها بسلام من غير ما تبوظ أو يحصل لها حاجة هي ألبومات الصور العائلية اللي فيها كل ذكريات العيلة. المحققين دلوقتي بقوا شاكين في سينيتيا، واللي مازالوا ما يعرفوش مكانها لحد دلوقتي. وعلشان يتأكدوا من الكلام اللي قالته الجارة ده اتصلوا بكل المستشفيات المحلية علشان يسألوهم إذا كانت جلوريا وهوزيه عندهم في المستشفى ولا لا. اتضح إن اسم جلوريا مش موجود في ولا سجل من سجلات المستشفيات المحلية كلها، وده معناه إن جلوريا لا بتعمل عملية ولا حاجة، وإن قصة سينيتيا كلها كذب في كذب. وعلشان يتأكدوا أكتر سألوا ديانا أخت سينيتيا، واللي أكدت لهم إنها ما تعرفش أي حاجة عن موضوع العملية ده وإن محدش بلغها بحاجة. الشكوك بدأت تحوم أكتر حوالين سينيتيا، وطبعا المحققين نفسهم يقابلوها ويستجوبوها ويتكلموا معاها، ولكن هيوصلوا لها إزاي؟ هي فين دلوقتي؟ فتم تخصيص فريق من المحققين لتعقب سينيتيا ومحاولة العثور عليها، والفريق التاني كان بيدور على أي دليل في بيت العيلة، وبالفعل لقوا حاجة غيرت مسار التحقيق تماما، وبقوا بدل ما بيحققوا في جريمة اختفاء في ظروف غامضة هيتحول مسار التحقيق من اختفاء لجريمة قتل لو ثبت صحة الشيء اللي لقوه ده. المحققين لقوا دفتر ملاحظات مرمي على مرتبة في غرفة المعيشة،
ولما فتحوا الدفتر ده وقرأوا اللي فيه اتصدموا حرفيا. الدفتر ده كان فيه حد كاتب فيه: أنا خايف جدا، أنا مقدرش أعمل كده. ومكتوب في الصفحة اللي بعدها: افعلها أنت. والصفحة اللي بعدها مكتوب فيها: طيب لو راحت لسريرها تقدر تقتلها؟ والصفحة الأخيرة مكتوب فيها: هل تقدر تقتلها في سريرها؟ واضح من طريقة الكلام ده ان في شخص بيحاول يتواصل مع شخص تاني عن طريق الكتابة وبيطلب منه ارتكاب جريمة قتل. واضح من الضمير اللي موجود في الكلام ان الكلام عائد على هي. هي مين بقى؟ هل المقصودة بالكلام ده جلوريا والدة سينيتيا؟ هل سينيتيا اللي كتبت الكلام ده لشخص وحرضته على قتل أمها؟ فكان السؤال الجديد اللي طرحوه المحققين هو: مين الشخص ده اللي كانت بتكتب له سينيتيا وبتحرضه على جريمة قتل؟ ده على افتراض يعني ان هي اللي كتبت الكلام ده. الشرطة ما خدتش وقت الحقيقة علشان يعرفوا الشخص ده، لأنهم لما تعمقوا في حياة سينيتيا وسألوا أفراد عيلتها عنها عرفوا ان سينيتيا عندها صديق اسمه جيوفاني جالاردو وعنده 16 سنة. هو وسينيتيا عرفوا بعض من المدرسة. الشيء المشترك بينهم واللي قربهم من بعض انهم كانوا بيعانوا من صعوبات في التعلم، فكانوا بيدرسوا في فصل خاص في المدرسة، ومع الوقت بقوا اصدقاء مقربين محدش بيقدر يفصل بينهم مهما كان مين. المحققين عرفوا من ديانا اخت سينيتيا ان امها وزوج امها ما كانوش بيحبوا جيوفاني ده خالص، واكتر من مرة حاولوا يفصلوا سينيتيا عنه ولكن ما كانوش بيقدروا. بالعكس اصرارهم على انفصالها عنه كان بيخليها تعاندهم اكتر وتبقى متمسكة بيه اكتر. اوقات كتير كمان كانت بتهرب من البيت بدون علم اهلها علشان تروح تقابله. فبعد المعلومات دي جيوفاني بقى شخص مهم بالنسبة للمحققين، وكانوا عاوزين يعرفوا مكانه علشان يستجوبوه ويسألوه إذا كان يعرف أي معلومة ممكن تفيدهم في القضية. المحققين قدروا يعرفوا عنوانه، وفريق منهم راحوا له بيته، ولكن للأسف ما كانش موجود في البيت، لكن أمه كانت موجودة. المحققين لما تكلموا معاها قالت لهم إنها آخر مرة شافت فيها ابنها كان امبارح، وكانت معاه صديقته سينيتيا. دلوقتي بقى تأكدوا ان سينيتيا مش مختفية زي ابوها وامها، ولكن دلوقتي هي اكيد مستخبية في مكان او قاعدة في مكان هي وصديقها جيوفاني. ام جيوفاني قالت للمحققين انها مش عارفة مكانهم دلوقتي، لكنها اكدت لهم ان بمجرد ظهورهم هتبلغ المحققين على طول، وبالفعل كانت صادقة في كلامها، لانها في اليوم التاني اتصلت بالمحققين على طول وقالت لهم ان ابنها وصديقته سينيتيا رجعوا البيت، وقالت لهم كمان انها هتجيبهم وتيجي لاسم الشرطة في خلال دقايق علشان يساعدوا المحققين في العثور على جلوريا وهوزيه. اول ما وصلوا لاسم الشرطة المحققين حطوا كل واحد فيهم في غرفة استجواب منفصلة علشان يسمعوا بقى قصة كل واحد فيهم لوحده ويقارنوا كلامهم مع بعض، يعني بحيث لو حد فيهم وقع بلسانه ولا حاجة. المحققين بدأوا استجواب سينيتيا وقالوا لها: ها بقى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اهلك مختفين فين؟ سينيتيا ما ضافتش جديد وقالت لهم نفس الكلام اللي قالته للجارة قدام حاوية القمامة، ان امها بتعمل عملية في عينيها في المستشفى وان ابوها معاها. بس الفرق ان المحققين المرة دي عارفين ان ده مش صح، عارفين ان سينيتيا بتكذب. قالوا لها احنا سألنا في كل المستشفيات المحلية وتأكدنا ان قصتك دي كذب في كذب، مش ناوية تقولي الحقيقة بقى؟ قالت لهم والله هو ده الكلام اللي عندي، وان هوزيه زوج امها هو اللي قايل لها الكلام ده اصلا، هي مش جايباه من عندها، وانه قال لها كمان انها ما ينفعش تروح تزور امها لان امها رافضة ان اي حد يزورها حتى لو كانوا بناتها، علشان كده هي ما شافتش امها من ساعة ما راحت تعمل العملية في المستشفى، وما كانتش عارفة اصلا هي في انهي مستشفى علشان تروح لها. وقالت انها كانت مستغربة الموضوع في الاول وان امها رافضة الزيارة من بناتها كمان، ولكن يعني بعد كده حاولت تتقبل الموضوع وقالت يعني يمكن ده قرار امها ومش حابة انهم يشوفوها في الحالة دي. بس احساسها ده بدأ يتغير لما هوزيه هددها بعد يومين من اخبارها ان امها في المستشفى، وعلى حسب كلام سينيتيا هوزيه هددها هي وصديقها جيوفاني بمسدس. قالت انه رفع عليها المسدس هي وجيوفاني وامرهم انهم يجمعوا كل ملابس امها وصورها وصورهم العائلية كلها ويتخلصوا منها في حاوية القمامة، وفعلا من خوفهم منه سمعوا كلامه ونفذوا اللي طلبه. وده كان التوقيت اللي شافت فيه الجارة سينيتيا عند حاوية القمامة. سينيتيا بعد ما تخلصت من حاجة امها بدأت تقلق بقى وتخاف وتفكر في ان ممكن هوزيه يكون كلامه مش صح، وطالما بيتخلص من حاجة امها فممكن يكون عمل فيها حاجة،
ممكن يكون قتلها مثلا. سينيتيا قالت ان دي كانت اخر مرة شافت فيها هوزي، وما تعرفش بقى هو هرب بعدها ولا راح فين. قصة سينيتيا دي ما دخلتش ذمة المحققين بربع جنيه، وكانوا عارفين انها ممكن تكون متورطة بنسبة كبيرة في اختفاء امها وابوها، وانها عندها معلومات اكتر بكتير من اللي قالته ده. افتراضهم ده كان قائم على الكلام اللي لقوه مكتوب في دفتر الملاحظات، ولان المحققين اصلا كانوا شاكين انه بنسبة كبيرة سينيتيا هي اللي كاتبه الكلام ده، واجهوها بالدفتر وطلبوا منها تقرا الكلام المكتوب فيه وتقول لهم اذا كانت تعرف الشخص اللي كاتب الكلام ده ولا لا. المفاجاه ان سينيتيا لما شافت الدفتر ما قاومتش للحظه واحده وقالت لهم ايوه انا اللي كتبت الكلام ده بخط ايدي. اوبا، يعني ده معناه انها كانت بتطلب من شخص ما انه يتخلص من امها. سينيتيا غيرت قصتها بالكامل وقالت كلام مختلف تماما، واول حاجة قالتها ان امها جلوريا وزوجها هوزيه دلوقتي في عداد الموتى، والمفاجأة ان صديقها جيوفاني هو اللي قتلهم. قالت لهم انه في الفترة الاخيرة كان في مشاكل كتير بين اهلها وبين صديقها جيوفاني، لانهم كانوا بيحاولوا يبعدوه عنها بكل الطرق، لدرجة ان هم في مرة اتصلوا بالشرطة وطلبوا منهم يتدخلوا في الموضوع ويبعدوه عنها. فجيوفاني كان عارف ان هم مش بيحبوه، ولذلك هو كمان ما كانش بيحبهم. وقالت ان الموضوع اخد منحنى تاني خالص لما قالت لجيوفاني انها بتتعرض لسوء المعاملة من امها وزوج امها، وانهم كانوا بيأذوها على مدى السنوات اللي فاتت كلها، وان امها جلوريا كانت مسيئة جدا ليها لفظيا وجسديا، وكانت دايما امها بتضربها بحزام كان فيه حاجات بارزة كده كانت بتوجعها جدا وبتعلم في جسمها، ونادرا ما كانت بتسمح لها اصلا انها تخرج من البيت وتقابل صديقاتها. وهوزيه كمان كان عنيف جدا ناحيتها، وكان بيعمل فيها نفس اللي امها بتعمله فيها واكتر شويه، لانه اعتدى عليها اكتر من مره بالمعنى اللي انتوا فاهمينه. ولما اتجرأت في مره وحاولت انها تبلغ الشرطه وراحت فعلا قالت لهم الكلام ده، امها فضلت تضغط عليها لحد ما راحت لاسم الشرطه وغيرت كلامها وقالت انها يعني كانت بتكذب عليهم وان الكلام اللي هي قالته ده مش صح. والله اعلم اذا كانت القصه دي كلها اصلا صح ولا لا، لان باقي افراد العيله اكدوا ان الكلام ده مش صحيح تماما، واكدوا ان هوزيه طول عمره كان مموت نفسه في الشغل علشان خاطرها هي واختها، فمنين بقى كان بيأذيها ولا بيعتدي عليها وهو يعتبر مسخر لها حياته. وكمان اكدوا ان امها ما كانتش بتتعامل معاها وحش خالص زي ما هي بتقول، بالعكس كانت بتحبها وكانت حنينه عليها جدا، بس ما كانوش حابين انها تفضل وتكمل في علاقتها مع هوزيه علشان ما يجرهاش لطريق مش كويس تندم عليه بعد كده، وكانوا عاوزينها تنتبه اكتر لمذاكرتها ولدراستها وتشوف مستقبلها. ولكن بغض النظر اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا، سينيتيا قالت الكلام ده لصديقها جيوفاني، ولما قالت له الكلام ده قرر ان هو يقتل ابوها وامها علشان يخلصها منهم ومن سوء معاملتهم ليها. وقالت انها في الاول رفضت الفكره، بس بعد كده شويه شويه كانت بدات تقتنع بكلام جيوفاني. ولما سالوها المحققين مين فيكم اللي طرح فكره القتل الاول، قالت لهم جيوفاني. ولما سالوها اذا كانت الفكره عجبتها ولا لا، قالت لهم انها يعني كانت متردده شويه مش عارفه تاخد قرار، شويه موافقه انه يعمل كده فيهم وشويه ترجع تقول له لا بلاش تعمل فيهم كده، يعني كانت 50% موافقه و50% مش موافقه. المحققين قالوا لها طالما انت مش متاكده ان انت عاوزه تخلصي منهم، ليه ما حاولتيش توقفي جيوفاني؟ فقالت لهم لانها كانت خايفه منه هو كمان، وانها في بدايه علاقتهم كانت سعيده قوي وكان حنين معاها ومعوضها عن الحب اللي مش لاقياه عند اهلها. لكن مع مرور الوقت جيوفاني بدا يتغير وبدا يظهر الجانب المظلم منه، وبقى بيسيء معاملتها وكان عدواني جدا ناحيتها، لدرجه انه في مره ضربها وحاول يخنقها من رقبتها، وفي وقعه تانيه هددها بمسدس وسكينه، وفي وقعه تالته خدرها واعتدى عليها. فكانت بتخاف جدا منه علشان كده ما حاولتش تمنعه او تعرضه انه يخلص على اهلها، وقالت ان جيوفاني بدا يخطط لعمليه القتل من قبلها باسابيع. فالمحققين قالوا لها ليه ما حاولتيش تمنعي ده وانت قدامك فرصه اسابيع زي ما بتقولي؟ ليه ما هربتيش مثلا وبلغت اهلك ان هو عاوز يعمل فيهم كده، او بلغت الشرطه، او على الاقل بلغتي واحد من مدرسينك في المدرسه؟ قالت لهم انها خافت تهرب علشان كانت متاكده انها لو هربت هيلاقيها وهيخلص عليها، وبالتالي مش هتعرف تبلغ اي حد عن اللي هو ناوي يعمله طول ما هي معاه، لانها كده تحت ايده وتحت سيطرته فيقدر برضه يخلص عليها في اي وقت. فاضطرت في النهايه انها توافق على خطته من كتر خوفها منه. الغريب ان المحققين لما واجهوا جيوفاني بكلام سينيتيا ما انكرش، واكد قصتها وقال انها ملهاش اي علاقه باللي حصل لاهلها، وان هو اللي خطط لكل حاجه
بدافع انه مفيش اي حاجة تعوق استمرار علاقتهم هو وسينيتيا وتمنعهم عن بعض. بس المحققين برضو ما كانوش مقتنعين بكلامه، وكانوا عارفين ان سينيتيا ليها دور كبير في عملية القتل، وغالبا كانوا هما الاتنين متفقين اصلا من بدري على الكلام اللي هيقولوه في الاستجواب، وان لو الموضوع اتطور هو اللي هيشيل الليلة. والسبب اللي خلى المحققين مقتنعين بالكلام ده هو سلوكها ناحية جيوفاني بعد الاستجواب، لان المحققين بعد ما استجوبوا كل واحد فيهم لوحده جمعوهم في غرفة استجواب واحدة وسابوهم مع بعض علشان يراقبوهم ويشوفوا سلوكهم ويشوفوا هيعملوا ايه. جيوفاني لما دخل اوضة سينيتيا كان قاعد على كرسي بعيد عنها، لكن سينيتيا طلبت منه يقرب منها وبدأوا يتكلموا، وكان واضح ان سينيتيا بتضحك وشوية كانت تقرب منه وتهمس في ودنه. فهل معقول دي طريقة واحدة خايفة من واحد المفروض انه كان بيأذيها وبيعتدي عليها ومهددها بسلاح؟ لأ، دي كانت قريبة منه جدا وواضح انها مأمناله ومش خايفة منه نهائي، وواضح انها اصلا كانت صاحبة قرار القتل، لان دفتر الملاحظات بيأكد ده، وانها طلبت منه في الدفتر انه يخلص عليهم. طبعا سينيتيا وجيوفاني كانوا حكوا للمحققين كل حاجة عن ارتكابهم للجريمة، فتعالوا بقى احكي لكم اللي حصل بالظبط. الحكاية بدأت مساء يوم 12 أكتوبر 2011. سينيتيا قالت انه في الليلة دي جيوفاني جالها عند البيت، وكانت في الوقت ده موجودة في البيت هي وامها، وكان هوزي بيشتغل بره ما جاش لسه يعني البيت، وجلوريا كانت في المطبخ مشغولة بتجهيز العشاء. ولما ظهر جيوفاني قدام البيت كان معاه حقيبة ظهر فيها الادوات بتاعته واللي هيستخدمها في الجريمة، زي قناع الهالوين الاسود ومضرب بيسبول وزجاجة كحول. ولما قالها ان هو جاي علشان ينفذ الخطة اللي اتفقوا عليها ويخلص على اهلها، بتقول انها في الاول قالت له لأ، لكن لما امها خرجت من المطبخ ودخلت اوضة النوم بتاعتها راحت بسرعة وبالراحة كده فتحت له باب الشقة ودخلته، واول ما دخلته اخدته على طول يستخبى في اوضة التخزين او المخزن يعني اللي كان موجود في المطبخ، ووقف في المخزن لبس قناع الهالوين بتاعه استعدادا لتنفيذ الهجوم في اي لحظة. ولما جلوريا رجعت المطبخ ما لاحظتش وجوده خالص ولا حست بيه، وسينتيا كانت قاعدة على كنبة في غرفة المعيشة في مكان قادرة منه انها تشوف جيوفاني وهو موجود في غرفة التخزين، وكانت بتستخدم ايديها الاول وبتكلمه بلغة الاشارة علشان امها ما تسمعش لو هي اتكلمت ببقها، وبعد كده بدأت تكلمه من خلال الكتابة في دفتر الملاحظات. ومن خلال الرسائل اللي كتبتها سينيتيا لجيوفاني كان واضح انها من المفترض انها كانت تشاركه في ارتكاب الجريمة، لكنها بعد كده كتبت له انها خايفة وطلبت منه ينفذ الجريمة لوحده. ولما جه وقت الهجوم سينيتيا خرجت من البيت لحد ما جيوفاني يخلص على امها، وبعدها جيوفاني بدأ على طول الهجوم على جلوريا، جه من وراها مسكها وكممها وكتم نفسها بقطعة قماش مبلولة كحول علشان تدوخها، وبعد كده قدر يوقعها على الارض وبدأ يخنقها من رقبتها. جلوريا كانت عمالة بتصرخ وبتنادي على بنتها سينيتيا عشان تساعدها، لكن سينيتيا كانت واقفة بره قدام البيت سمع صرخات امها وما تحركتش من مكانها ولا تهزلها شعرها. ما دخلتش البيت الا بعد ما جيوفاني نده عليها وقال لها ان هو خلص خلاص. تخيلوا بقى كمية الرعب اللي كانت فيها جلوريا في لحظاتها الاخيرة، وهي فجأة لقت شخص بينقض عليها لابس قناع مرعب وبيسرق حياتها في لحظات. كانت واقفة في بيتها في مطبخها في امان الله وفجأة يحصل لها كده. لما دخلت سينيتيا للبيت لقت امها جثة هامدة على الارض وجيوفاني مغطي وشها بفوطة، بعد كده جردوها من الدهب اللي كانت لابساه وربطوها من ايديها ورجليها وسحبوها لغرفة النوم وسابوها هناك، وقعدوا بقى في انتظار هوزي علشان يخلصوا عليه اول ما يوصل هو كمان. ولكم ان تتخيلوا بقى انه في خلال وقت انتظارهم لعودة هوزي كانوا قاعدين قدام التلفزيون بياكلوا وبيشربوا وبيستمتعوا بوقتهم ولا كأنهم لسه مرتكبين جريمة وفي جثة في الأوضة اللي جنبهم. وبعد شوية قرروا ان هم يقوموا يبحثوا عن الآيباد بتاع سينيتيا، لان امها كانت سحباه منها في الفترة الاخيرة كعقاب ليها يعني، وعلشان كده البيت كان مقلوب بالمنظر اللي شفتوه في الصور ده. هوزيه رجع البيت حوالي الساعة 9 مساء وهو مش متوقع ابدا المصير المرعب اللي مستنيه في بيته. جيوفاني بالفعل كان جاهز ولابس القناع بتاعه وواقف ورا باب البيت مستني وصول هوزيه، وسينيتيا كانت راقدة على الكنبة في غرفة المعيشة قال يعني بتمثل انها نايمة علشان اول ما يدخل ويشوفها يعني تبان كل حاجة كأنها طبيعية كده. وبمجرد دخول هوزيه من الباب جيوفاني ضربه بمضرب البيسبول على راسه مرتين دوخه وقعه على الارض، وبعد كده بدأ يخنقه من رقبته لحد ما هوزيه غاب عن الوعي. جيوفاني وسينيتيا كانوا فاكرين ان هو كده مات خلاص وبدأوا يربطوه من ايديه ورجليه زي ما عملوا مع جلوريا، ولكن فجأة
هوزيه استعاد وعيه وبدأ يحاول يفك قيوده، ودخل في صراع كمان مع جيوفاني. حصل بينهم صراع عنيف اتدخلت فيه سينيتيا علشان تحاول تساعد جيوفاني في السيطرة على هوزيه. وبينما جيوفاني بيحاول ان هو يكتف هوزيه ويحكم سيطرته عليه، كانت سينيتيا مسكت مضرب البيسبول ونزلت ضرب على هوزيه. هوزيه كان معاه في جيبه سكينة جيب، او في مصر يعني بنسميها مطوة، يعني سكينة صغيرة كده. في وسط الصراع هوزيه حاول يطلعها من جيبه علشان يدافع بيها عن نفسه، ولكن وقعت من ايده هو بيطلعها، وهم طبعا عمالين يضربوا فيه، فسينيتيا لمحتها فجرت بسرعة شاطتها برجليها بعدتها بعيد عنه، ودخلت المطبخ بسرعة جابت سكينة كبيرة ورجعت بسرعة سلمت السكينة لجيوفاني، واللي بدوره بدأ يطعن في هوزيه لحد ما خلص عليه. طعنه من 7 ل11 مرة، وبمجرد وفاته ربطوه من ايديه ورجليه ولفوه في بطانية وشالوه حطوه في صندوق عربية جلوريا. وبعد كده دخلوا جابوا جثة جلوريا وشالوها حطوها في صندوق العربية مع جثة هوزيه، ومشوا على الطريق يدوروا على مكان مناسب للتخلص من الجثث، لحد ما وصلوا لقطعة أرض فاضية ومنعزلة في شمال منطقة لونج بيتش في ولاية كاليفورنيا، وشافوا إن ده المكان المناسب لدفن الجثتين. ونزل جيوفاني بدأ يحفر قبر علشان يحطوا الجثث فيه، وبعد ما خلص سحبوا جثة هوزيه حطوها في القبر، ولكن اكتشف ان القبر مش هياخد غير جثة هوزيه بس، وان هو كان صغير جدا وهو ما كانش قادر يحفر قبر تاني علشان يحطوا فيه جثة جلوريا، فسابوها في صندوق العربية زي ما هي، وقرروا يرجعوا البيت النهاردة يناموا ويستريحوا، وتاني يوم بقى يبقوا يفكروا في مكان يدفنوها ويتخلصوا من جثتها فيه. ورجعوا البيت سينيتيا ناموا فيه لحد تاني يوم، بس قبل ما يناموا حاولوا يعني كده ينضفوا شوية من الدم اللي كان موجود في مسرح الجريمة، بس ما نضفوش كل حاجة، لأن المحققين وفرق الطب الشرعي بعد كده لقوا دم موجود على الأرضية وعلى الكنبة في غرفة المعيشة وعلى المساحة. الغريب إنهم صحيوا تاني يوم لبسوا هدومهم وراحوا المدرسة وكأن شيئا لم يكن. وبعد المدرسة رجعوا البيت وهم مقررين يشوفوا شوية حاجات كده علشان يبيعوها ويكسبوا فلوسها، فخدوا مجوهرات جلوريا وفكوا كم قطعة كده من عربية هوزيه، زي مثلا الماتور والبطارية، وباعوا شوية حاجات منهم بحوالي 500 دولار. الفلوس دي بقى انتم متخيلين كانوا عاوزينها ليه؟ علشان سينيتيا تشتري بيها الزينة بتاعت حفلة عيد الهالوين اللي كانت ناوية تعملها في البيت، يعني برضو لسه مصممة تعمل الحفلة بعد كل اللي حصل ده. وفي الأيام اللي تلت الجريمة كانوا كل يوم بيركبوا العربية يلفوا على المحلات يشتروا زينة الهالوين ويرجعوا يعلقوها في البيت. وهجاوبكم على السؤال اللي بيدور في بالكم دلوقتي، أيوه بيعملوا كل اللي بيعملوه ده، وجثة جلوريا موجودة زي ما هي في صندوق العربية بقالها حوالي 3 أيام، فسابوها في صندوق العربية وبقوا بيلفوا بيها عادي وبيروح السوبر ماركت وهي في العربية عادي. وبعد 3 أيام أخيرا دفنوا جلوريا، دفنوها في منزل مهجور في مدينة تانية بتبعد عن مدينتهم حوالي 7 ميل، وسابوا عربية جلوريا في الشارع هناك، خلاص بقى مش عاوزينها، ورموا مفاتيح العربية. وبعد كده لما رجعوا البيت قررت سينيتيا انها تتخلص من ملابس امها وصورهم العائلية كلها في حاوية الكمامة، وخلاص كانوا فاكرين بقى ان هم هيعيشوا حياتهم بقى من غير وجع دماغ من جلوريا وهوزيه، وخلاص بقى علاقتهم هتستمر للأبد، لحد ما تم القبض عليهم في النهاية، وده كان بعد اسبوع من ارتكابهم للجريمة. جيوفاني وجه المحققين للأماكن اللي اتخلصوا فيها من الجثث، والأماكن اللي اتخلصوا فيها برضو من الأدوات اللي استخدمها في الجريمة، زي مثلا مضرب البيسبول وكمان سيارة جلوريا، وتم بعد كده انتشال جثة هوزيه من المكان اللي دفنوه فيها. ولما راحوا علشان يطلعوا جثة جلوريا ما لقوهاش، اتضح انه اصلا تم اكتشاف جثة جلوريا قبل ايام وقبل اصلا استجواب جيوفاني وسينيتيا. تقريبا تم اكتشاف الجثة في نفس اليوم اللي اتدفنت فيه، لما واحدة ست اكتشفتها بالصدفة وهي معديها في الشارع جنب البيت المهجور ده، فلاحظت زي قبر ضحل كده جديد واضح ان هو لسه معمول قريب في حديقة البيت، فبلغت الشرطة على طول، ولما وصلوا وبدأوا يحفروا اكتشفوا ان فيه جثة. وعلى مدار ايام ما كانوش قادرين يتعرفوا على هويتها من شكلها، لانها طبعا كانت متحللة يعني بقالها ايام متوفية، وكان تقرير الطب الشرعي لسه ما طلعش علشان يثبت هويتها. فلما جيوفاني خد المحققين للمكان اللي دفنها فيه، فافتكروا ان هم لسه مطلعين جثة من نفس المكان ده من ايام، فعرفوا بقى ان هي دي تبقى جثة جلوريا. تم القبض على سينيتيا وجيوفاني رسميا، وتوجهت ليهم تهمتين بالقتل العمد من الدرجة الاولى، ورغم ان وقت محاكمتهم كانت سينيتيا 15 سنة وجيوفاني 16 سنة،
قرروا يحكموهم على انهم اشخاص بالغين، وفي 2013 بدات محاكمه سينيتيا واللي دفعت ببراءتها في المحكمه من كل التهم الموجهه ليها، وفضلت مصممه على انها تعرضت للاساءه من امها وزوج امها، وانها كمان كانت تحت سيطره جيوفاني واللي كان مهددها طول الوقت وبيسيء ليها. لكن المحلفين ما اقتنعوش بكلامها لان الادله اللي قدمها الادعاء كانت قويه جدا، وبتثبت ان سينيتيا هي اللي دفعت جيوفاني لارتكاب جريمه القتل، وكانت بتوجهه من خلال دفتر الملاحظات اللي كانت بتكتبه فيه، ده غير انها كمان ساعدته في قتل هوزيه، وتصرفاتها بعد الجريمه بتاكد انها كانت فرحانه بالتخلص منهم لانها راحت تتسوق علشان تجهز للحفله بتاعتها. في النهايه هيئه المحلفين وجدوها مذنبه واتحكم عليها بالسجن مدى الحياه مع امكانيه الافراج المشروط بعد 51 سنه، اما جيوفاني فاتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات، وياريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الإشعارات على خيار الكل، وخلوا صندوق الحواديت تتملي، وبعدين نتقابل.